أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: قرأت في بعض الرسائل أن الله كرم الإنسان دون النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه. كرم الإنسان بأي شيء؟ بالتقوى. كرم الإنسان بالتقوى دون نظر إلى نسبه أو لونه أو جنسه أو غناه أو فقر. بالتقوى، لازم تقول بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. إلا الله جل وعلا قال: ثم رددناه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بهذا القيد. نعم.